بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صلي وسلم على محمد وآل محمد. السلام عليكم مشاهدين أينما كنتم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أيامكم، ونحن نعيش هذه الليالي والأيام العطرة والعظيمة وثقيلة الوطأ في قلوب شيعة محمد وآل محمد. اللهم صلي وسلم على محمد وآل محمد. بما فات في هذه الأيام والليالي من ذكريات مفرحة في قلوب كل المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، تحديدا الليلة القريبة اللي كانت ليلة 15 من شهر شعبان الخير والبركة إن شاء الله، ذكرى ولادة أمل المستضعفين وحجة الله سبحانه وتعالى مولانا المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. الثبات 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 إن شاء الله على ولاية ومحبة محمد وآل محمد. اللهم صلي وسلم على محمد وآل محمد. إن شاء الله اختمت الفرصة من كل المؤمنين والمؤمنات واستثمرت بالصورة والهيئة اللائقة أمام محيا مولانا الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، وهو صاحب هذه الذكرى العظيمة. إن شاء الله غفرت كل الذنوب واستجيبت كل الدعوات وقضيت كل الحاجات ببركة ذكر محمد وآل محمد. اللهم صلي وسلم على محمد وآل محمد. ها نحن نبدأ معكم من جوار هذه الرياض القدسية للحرم الطاهر لمولانا أبي عبد الله الحسين سلام الله تعالى عليه وأخيه أبي الفضل العباس قمري بني هاشم، روحي وأرواحنا جميعا له الفداء. هذه الحلقة الأسبوعية المباشرة من برنامج الرسول صلى الله عليه وآله وأهل الكتاب، هذا البرنامج الذي يأتيكم في كل يوم أربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة 7 مساء وعلى الهواء مباشرة. من خلال هذا البرنامج مشاهدينا إخوتي وأخواتي نتناول خطابات الرسول صلى الله عليه وآله وكيف أنه دعا إلى الإسلام بالنسبة للديانات والمذاهب واللغات الأخرى والانتماءات الأخرى غير الإسلام، كيف كانت ألوان هذا الخطاب وعلى ماذا اعتمد. في الحلقات السابقة مررنا على كثير من العنوانات المهمة، عنوانت هذا اليوم أو هذه الحلقة على وجه التحديد لا تقل أهمية عن سابقتها من العنوانات، لكن قبل ذلك أرحب بالضيف الكريم والدائم في حلقات هذا البرنامج المبارك إن شاء الله، أستاذ الفكر الإسلامي في جامعة الكوفة الدكتور هشام السياب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور هشام، وأسعد الله أيامكم. حياكم الله وأسعد الله أيامكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، تحيات لشخصكم ولكادر العمل الكريم ولكل مشاهدينا في كل زمان ومكان، حياكم الله. الله يبارك بكم دكتور هشام. يعني انتهينا في الحلقة اللي سبقت وإحنا نتحدث عن العنوان العام اللي كان خلال الحلقات الأخيرة اللي مضت والقريبة، كانت عن تعاليم عن أقوام أهل الكتاب وكيف كانت هذه يعني كانت بشكل صريح وواضح في القرآن الكريم، واستدللنا على ذلك في آيات مباركة إن شاء الله. اليوم بإذن الله تعالى حنتوقف عند عنوان أيضا مهمة، وهي تعاليم نزلت على الرسول صلوات ربي عليه وآله في أهل الكتاب، والآن تحديدا حنتوقف عند تعاليم الأنبياء، من خلالها حنستنبط كثير من الموضوعات المهمة التي إن شاء الله تتفق مع الموضوع العام في حلقات هذا البرنامج. وانتهينا في الحلقات السابقة إلى أنه يعني اللغة التي خاطب بها الرسول صلى الله عليه وآله أصحاب الديانات الأخرى من أهل الكتاب وكيف دعاهم للإسلام، يعني كان ضمن حدود وأطر المنطق، كانت بشكل موضوعي بشكل شفاف وصل إلى الجميع، إلى الآن هي مدرسة تدرس إلى الجميع في كل أساليب التعامل مع الآخر أيا كان انتماء أو مذهب أو قوميتة أو لغة أو مكانة. المهم انتقلنا إلى هذه النقاط المهمة وعلى أساسها إن شاء الله نحن في تسلسل هذه الحلقات. مثل ما ذكرنا الدكتور هشام أن اليوم حنتحدث عن تعاليم الأنبياء وأدخل بإذن الله تعالى في الرواية الأولى، أن النبي صلى الله عليه وآله في معراجه إلى السماء كان قد التقى بأنبياء الله وتحدث معهم ورأى منازلهم، ومن بينهم أنبياء بني إسرائيل. ومما رواه البخاري في الجزء الرابع صفحة 142، الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد،
يعني أنهم أخوة لأب واحد من أمهات مختلفة، والمعنى أن شرائعهم متفقة من حيث الأصول وإن اختلفت من حيث الفروع حسب الزمن وحسب العموم والخصوص. وقد أكد القرآن ذلك وذكر المعجزات والدلائل لأنبياء بني إسرائيل، فقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وآتيناهم بينات من الأمر، صدق الله العلي العظيم. وعذرا إذا ما كانت القراءة قرآنية، هذه الآية تحديدا في سورة الجاثية الآية 17. ما الذي من هذا كل الذي ذكرناه، ما الذي يمثله وجود قصص بني إسرائيل في القرآن الكريم وبهذه الصراحة وبهذا البيان؟ تفضل دكتور هشام. حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. حقيقة بني إسرائيل عندما ذكروا في القرآن الكريم هم ذكروا ضمن مجموعة من الأقوام والحضارات والشعوب والأمم التي ذكرها القرآن الكريم، لكن لبني إسرائيل خصوصية خاصة ربما يعني تدلنا على مستوى الإعجاز المستقبلي في الإخبار القرآني. تحديدا بني إسرائيل ذكرهم في القرآن الكريم يأتي في إطار الإعجاز المستقبلي في الإخبار القرآني عما ستؤول إليه حركة الحضارات وحركة الشعوب ومسار التاريخ. بني إسرائيل قياسا بالأمم الأخرى، القرآن الكريم ذكر لنا تاريخ الأمم والحضارات وعلاقتها مع أنبيائها عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ذكرهم للعبرة والاعتبار باعتبار أن هذه الأقوام اليوم لم تعد موجودة على مساحة التاريخ بعنوانها المباشر. يعني اليوم قوم صالح، قوم شعيب، قوم هود، اليوم إرم ذات العماد وغيرها من الأمم الأخرى لم تعد موجودة على مساحة الواقع، وبالتالي ليس لها امتداد مستقبلي. القرآن الكريم ذكرهم من باب العبرة، من باب الاعتبار، من باب العظة، من باب الاستفادة من تجارب الأمم الأخرى، وجعلها في نطاق الآية القرآنية الكريمة: قل سيروا في الأرض فانظروا عاقبة الذين من قبلكم. وهذا النظر في عاقبة الذين سبقوا المسلمين سوف تفتح لديهم أبواب التعقل، التفكر، التقوى، وعملية الاقتراب إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. لكن مع بني إسرائيل الإطار يعني الخاص هو في جانب الإخبار الإعجازي فيما سيؤول إليه مستقبل الصراع في البشرية. بني إسرائيل إلى اليوم، يعني منذ نبوة عيسى عليه السلام وإلى مرورا بالإسلام، إلى اليوم الصراع بين الحضارات في محتواه الديني يدور حول بني إسرائيل ومحاولة بني إسرائيل إلى كتابة التاريخ البشري، إعادة يعني هندسة الأديان، محاولة إيجاد دين جديد قد يختلف اختلافا جذريا عن ما تريده يعني إرادة الله سبحانه وتعالى عز وجل عبر أنبيائه ووحيه، بالذات لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله. وعليه بشكل عام يعني ذكر تاريخ الأنبياء، ذكر تاريخ الأمم في القرآن الكريم له مجموعة من الأهداف. أولها كما قلنا هي يعني قضية العبرة والاتعاظ. ثانيا المواساة للنبي الأكرم صلوات الله عليه وعلى آله، لكي يعني يتيقن النبي الأكرم أن مسار المعاناة والجهد والجهاد والعذاب والأذى الذي يعيشه من قومه هو ما مر به جميع الأنبياء من قبله. كذلك القرآن الكريم عندما ذكر هذه الأمم ذكرها بتاريخها الصحيح وليس بتاريخها المزور. يعني عندما نقرأ اليوم نهايات الأمم إذا جاز القول، أو نهايات المجتمعات في القرآن الكريم، فإننا نقرأ تاريخها الصحيح، ليس التاريخ اللي ربما يعني المروي من باب الخرافة ومن باب الأسطورة ومن باب التراث الشعبي غير الموثق. نحن نقرأ تاريخ الأمم، لماذا حل عليها غضب الله سبحانه وتعالى، ولماذا زالت من مساحة يعني خارطة الوجود الواقع والجغرافي في البشرية. لكن مع بني إسرائيل الحالة تختلف تماما. أولا بني إسرائيل ورد ذكرهم في القرآن الكريم، لفظة إسرائيل وردت في القرآن الكريم 43 مرة. بني إسرائيل بهذا المصطلح ورد ذكرهم 27 مرة، ذكروا في 16 سورة قرآنية، 4 منها مدنية و12 مكية. حقيقة التمييز بين الرقمين مهم جدا.
عندما نلاحظ أن السور المكية 12 سورة مكية ذكر فيها بني إسرائيل، كأن يعني النبي الأكرم صلوات الله عليه وعلى آله كان يعني يخبر قومه ما الذي مرت به هذه المجتمعات في علاقتها مع الأنبياء ومع الرسل، وفي علاقتها مع رسلها، ولماذا مرت بتلك المحطات التي نستطيع أن نقول عنها أنها عملية جذب وشد وعملية اقتراب وابتعاد عن مرضات الله سبحانه وتعالى. ولم يرد ذكر بني إسرائيل إلا في 4 سور مدنية، وهذا ربما ينفي ما يريد أن يعني أن يخبرنا به بعض المستشرقين أو بعض المعادين للإسلام، أن القرآن الكريم حرص على أن يهاجم بني إسرائيل في القرآن الكريم لأنهم كانوا يعني من ضمن مجتمع المدينة، من ضمن مجتمع دولة الرسول، وأنهم قريبين جغرافيا، مختلطين اجتماعيا، مهيمنين اقتصاديا على جوانب كثيرة من مقدرات دولة النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله. الحقيقة الذين كانوا موجودين في المدينة هم اليهود وليس بني إسرائيل. هذه نقطة مهمة جدا ربما نمر عليها في سياق محاور هذه الحلقة المباركة بإذن الله. وبالتالي هذا ينفي ما يراد أن يقال أن الإسلام له موقف عدائي مسبق من بني إسرائيل، أو محاولة أن يكون القرآن الكريم يعني قد نزل في دعوة العداء والصراع مع جزء من أهل الكتاب وهم بني إسرائيل. أحسنتم. نعم. دكتور هشام، أنا فقط لدي مداخلة على كلام حضرتك أيضا في حلقات سابقة، يعني كان هناك قاسم مشترك في الكلام. نحن لماذا كان هذا الاهتمام حتى توجه الرسالة إلى من مثلا غاب عنه هذا الأمر؟ لماذا دائما نكون حريصين على الرد على نظريات وقراءات المستشرقين؟ هل لأنها كانت الأكثر تأثيرا في المجتمع في وقتها إلى الآن؟ لا، بالتأكيد يعني النبوات عندما هل استندت مثلا إلى دلائل أو مصادق معينة بحيث أثرت في الآخر حتى إحنا نهتم بالرد عليهم وبتفنيد كل اللي يضعوا مثلا في قراءاتهم لتاريخنا على وجه التحديد؟ لا، أولا النبوات حربت على المستوى العسكري وعلى المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الفكري. نعم. محاولة بث دراسات يعني ثقافية أو فكرية غير صحيحة هذا جزء من الحروب الفكرية على النبوات، ومن ضمنها نبوة نبينا الأكرم صلى الله عليه وعلى آله. بالتالي التطرق إلى هذه الموضوعات المهمة، محاولة كشف بعض الزيف والخداع الذي يأتي بثوب ثقافي أو بثوب فكري أو بثوب علمي، هو أولا ننصف النبوة وننصف أنفسنا ونقترب إلى يعني حياضها المضيء، وكذلك محاولة لهداية الآخر، محاولة التوضيح له. ربما أن الآخرين خارج نطاق الإسلام هم يستمدون معرفتهم الفكرية والثقافية عن الإسلام مما كتب يعني هؤلاء مؤرخيهم أو مفكريهم الذين انطلقوا من دوافع عدائية، من محاولة شن حرب فكرية تشوه الإسلام ويعني تبعد صورته الحقيقية. نحن نحاول أن نعادل الكفة فكريا، نحاول أن نفتح نافذة ثقافية، نحاول أن نفتح حوارا فكريا وعقائديا مع الذين هم خارج الإسلام لكي يكتشفوا أن الإسلام هو الدين الحقيقي الذي يجب أن ينتمي إليه، لأن دينهم الذين ينتموا إليه هو جزء مكمل مندمج منسجم مع الإسلام بمعناه الكلي والشامل الذي ورد في القرآن الكريم. أحسنتم. نعم. دكتور هشام على هذا البيان. دكتور هشام، لو توقفنا عند يعني الآن إحنا نتحدث عن بني إسرائيل وكم مرة ذكروا في القرآن في الآيات المدنية والمكية، إضافة إلى أنه يمكن حعود وأسألك ما أوجه ذكرهم في القرآن أو السبب في ذكرهم بهذه الطريقة، هل هو من باب أنه إحنا نفاضل ما بين أمة وأمة، ما بين كل نبي أو رسول وقومه كيف كان ردة فعلهم من دعوته مثلا، باعتبار القاسم المشترك بين كل الأنبياء والرسل هو الدعوة إلى توحيد الباري عز وجل والتوقف عند مفردة العبودية أننا كلنا عباد الله؟ هل إذا الموضوع من باب المقارنة ما بين أمة وأمة، مثلا ما بين رسول وقومه، وكيف كان مثلا هؤلاء أقل وطئ أو أخف وطئ وهؤلاء أشد وطئ مع أو تعاملهم وردة فعلهم مع أنبيائهم ورسلهم، أم الموضوع لغاية كأن يكون باب بحث تاريخي إحنا نستطلع ما حدث مسبقا، ولا ربما مثلا نرجح كفة معينة متعلقة بالرسول صلى الله عليه وآله وقومه؟ لا، حقيقة هي المسألة يعني تتعلق بالدور الخطير لتراث بني إسرائيل. نعم. بني إسرائيل لديهم تراث خطير جدا، وتراث حي وتراث متواصل يختلف عن باقي الأمم الأخرى التي ورد ذكرها في القرآن الكريم. نعم.
يعني أولا هذه الأمم التي ظهرت وتعاندت وتصارعت مع أنبيائها عليهم السلام أجمعين وانتهت بعقوبة إلهية تنوعت واختلفت تلك العقوبات باختلاف ذنوب تلك الأمم، هذه الأمم أولا لم تترك تراثا فكريا ولم تترك تفسيرا دينيا ولم تترك مشروعا يحاول أن يحتوي المستقبل في إطاره الديني على عكس بني إسرائيل. بني إسرائيل تراثهم خطير جدا، أولا هو تراث حي ومستمر إلى الآن، يعني معركة الصراع في حول المستقبل السعيد للبشرية عندما نراه هو يدور في ثلاثة محاور، محورين منها فكر ديني، تصور بني إسرائيل مسيحهم الدجال أو مهديهم المزيف، والإسلام الذي ينتظر قدوم منقذ البشرية الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. وهنالك طرف ثالث الذي نستطيع أن نقول عنه الفكر الوضعي أو الفكر المادي الذي حاول أن يقول لنا أن العقل البشري بالتطور والعلم والتقنية ممكن أن يوجد مستقبل سعيد للبشرية، وبالتأكيد هذا الطرح الآن أثبت زيفه وأثبت انهياره في الأمس القريب، انهارت الشيوعية كمشروع للفكر الوضعي، واليوم يعني الليبرالية والعلمانية بنموذجها الأوروبي والغربي اليوم أمام مثلا مثال على ما نعيشه اليوم من جائحة كورونا، انهارت هذه الحضارة تماما ولم تستطيع أن تبني حاضرا لكي تؤكد على بناء مستقبل سعيد للبشرية. خطورة بني إسرائيل أنهم اليوم أولا يمتلكون مشروعا مستقبليا، يمتلكون تفسيرا دينيا، يمتلكون تراثا متحولا ومتنقلا عبر العصور، وهم تقريبا يعني الحاضر في الصراعات ونستطيع أن نقول عنها أو الحروب الفكرية والعقائدية مع الأنبياء جميعا. حتى أن القرآن الكريم عندما ذكر لدينا اسم 25 نبي ورسول كان جل الأعظم من الذين ذكرهم هم أنبياء بني إسرائيل. لذلك استقراء تاريخ بني إسرائيل من الناحية العقائدية من الناحية الاجتماعية هو استقراء لصراع الحق والباطل، صراع الخير والشر، صراع يعني الطغيان والصلاح، صراع المجتمعات عندما تارة تتبع قائدها المعصوم فتنتصر وتارة تنتكس وتتراجع عن طاعة مشروع قائدها المعصوم فتمر ما مر به بني إسرائيل. لذلك ليس هنالك عملية تفضيل عرقي أو تفضيل طبقي أو تفضيل قومي إذا جاز القول بين بني إسرائيل والأقوام الأخرى، وإنما هي عملية امتداد التراث الفكري لبني إسرائيل عبر تاريخ النبوات وصولا إلى الصراع مع نبوة نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وعلى آله صلى الله عليه وآله. الحديث عن بني إسرائيل حيكون على مستوى أفراد أم فئة نخبوية أم من يدير، يعني كأن يكون هنالك شخصيات معينة كانت في مصدر القيادة وأوصلت يعني وهي اللي أوصلت هذه الفكرة وهي التي تصدت لكل يعني مثلا لكل محاولة لتشويه الإسلام أو غيره؟ لا لا، احنا نلاحظ مثلا مع ابراهيم عليه السلام حتى يكون اليوم هل نحن بمستوى المسؤوليه تجاه هذا الموضوع اللي ذكره انت اليوم باعتبار ان الى اليوم نحن مهاجمون بكل يعني بكل الطرق تقريبا. نسال الله التوفيق ولا يكلف الله نفسا الا وسعها بالتاكيد. لكن احنا عندما نقارن مثلا بين نبي الله ابراهيم عليه السلام ونبي الله موسى عليه السلام، نبي الله ابراهيم عليه السلام في تاسيسه انطلق فردا مع افراد اسرته لكي يؤسس لنا فيما بعد أمة بين الناس. يعني مسار إبراهيم عليه السلام كان مسارا فرديا في مواجهته مع الطغيان، في مواجهته مع نمرود، في مواجهته مع الكفر، في مواجهته مع حاكم ادعى الإلوهية. لكن مع موسى عليه السلام تكون لدينا مجتمع العقيدة، مجتمع الرسالة، هنالك مجتمع ديني مستهدف من قبل يعني السلطة الطاغية، مستهدف من قبل قوى الطغيان والشر. العجيب عندما ندقق فيما ذكر القرآن الكريم من مواصفات جرائم فرعون ضد مجتمع بني إسرائيل ليس أفرادا منهم، عندما نذكر هذه الجرائم نجدها أنها تقريبا هي الجامع لكل جرائم السلطات الطاغية عبر التاريخ في مسار البشرية منذ موسى عليه السلام إلى نبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله. على سبيل المثال، نعم فضل. اليوم فرعون ادعى الإلوهية بمعنى أن اليوم هي عملية نقل الحاكمية يعني من الله عز وجل إلى حاكمية الأصنام والأوثان التي حتى وإن كانت على شكل ملك أو سلطة أو حاكم.
أحسنتم. كذلك اليوم الاعتداء على المدنيين، بقر يعني بطون النساء، قتل الأطفال، قتل الرجال، الاعتداء على كراماتهم، حرمانهم من حقوقهم، مصادرة حق الحياة منهم، كل هذه المعاني. التحرك في إطار فكرة فاسدة، عندما تتحول السلطة تتوجه نحو قتل الأبرياء، ظلم الناس، تدمير المجتمعات، معاقبة الأبرياء، الاستقواء على الضعفاء، استحياء النساء، كل هذه العوامل بداعي فكرة فاسدة أن المنجمون قالوا لفرعون أنه سيولد من بني إسرائيل فتى يقتلك ويأخذ الملك منك. كل هذه التفاصيل عندما ندققها في مسيرة بني إسرائيل في القرآن الكريم في علاقتهم مع فرعون، نجدها أنها تقريبا تختصر لنا ما يسمى اليوم في مجال الدراسات التاريخية فلسفة التاريخ. فلسفة التاريخ كلها قائمة بين مجتمع عقيدة بقيادة قائد معصوم أزاء سلطة تمادت في طغيانها وكفرها وجورها وتحديها لرضا الله سبحانه وتعالى وإغالها في المعصية والسقوط في براثن إبليس لعنه الله. أحسنتم. نعم. طيب يكون المواجهة أو التصدي لهكذا أمور ذكرتها حضرتك يكون ضمن خطة معينة أم حسب ما يتطلبه الموقف في كل زمن من الأزمنة؟ بالتأكيد يعني الأنبياء عليهم السلام بالاعتماد على ما أسسه الرسول صلى الله عليه وآله من مرتكزات معينة للتعامل مع الآخر أيا كان منهم بني إسرائيل. تفضلوا. بالتأكيد التعامل النبي الأكرم صلوات الله عليه وعلى آله يعني ميز بشكل دقيق بين اليهود وبني إسرائيل. نعم. حتى في مضامين الوثيقة بالمناسبة لا يخفى على القارئ الكريم يعني اليوم على المشاهد الكريم اليوم حقيقة واحدة من ما يطرح من زيف للعالم أن بني إسرائيل هم جزء من اليهود. نعم. وهذا معاكس للحقيقة التاريخية تماما. بني إسرائيل هم كما يصورهم القرآن الكريم مجموعة من الموحدين على الديانة الحنفية، هم يعني يأتون من نسل نبي الله يعقوب من إسحاق من إبراهيم عليهم وعلى نبينا جميعا أفضل الصلاة والسلام. وهم كانوا 12 ولدا توزعوا إلى 12 قبيلة، وهؤلاء هم يعني بني إسرائيل. هم يمثلون مجموعة عرقية، مجموعة اجتماعية، مجموعة تنتمي إلى دين التوحيد. جزء منهم هم اليهود. اليهود هم أبناء يهوذا ابن نبي الله إسحاق، العفو ابن نبي الله يعقوب، ابن نبي الله إسحاق، ابن نبي الله إبراهيم عليهم السلام جميعا. هؤلاء اليهود هم جزء من بني إسرائيل وليس العكس. حتى اليوم ما يطرح على المستوى السياسي، على المستوى الحضاري، حتى بعض الدراسات القرآنية البعيدة عن تراث مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم تحاول أن تصور أن بني إسرائيل هم جزء من اليهود. الحالة معاكسة تماما، اليهود هم جزء من بني إسرائيل، لأن إسرائيل هو اسم من أسماء نبي الله يعقوب عليه السلام، يأتي باللغة العربية بمعنى عبد الله أو المجاهد لله. فعليه اليهود. هؤلاء اليهود الذين ظل استمرارهم يعني الاجتماعي، استمرارهم العددي، كان موجودا في شبه الجزيرة العربية في زمن دولة النبي على شكل ثلاثة قبائل شهيرة: بني القينقاع وبني قريظة وبني نصير. هؤلاء الذين خاض معهم النبي معركة خيبر، وهي واحدة من الإنجازات العظيمة للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في تاريخ الإسلام. هؤلاء القرآن الكريم هم الذين انتقدهم، انتقى هؤلاء اليهود لسببين. هؤلاء لم يعتقدوا ما اعتقد بني إسرائيل. هؤلاء اعتقدوا مسألتين خطيرتين، قالوا أن عزير ابن الله، وقالوا أن يد الله مغلولة. بهاتين يعني المعتقدين الفاسدين كان اليهود في حالة صراع مع النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله في المدينة. وكما جاء في القرآن الكريم تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، ولم يقل بني إسرائيل. بالعكس، إنما يعني بني إسرائيل ورد ذكرهم في القرآن الكريم على أوجه متعددة، ربما يسمح لنا يعني وقت الحوار القادم في استعراض هذه التفاصيل في مضامينها القرآنية. أحسنتم. إن شاء الله أتم مع حضرتك الفكرة اللي بديت بها الآن دكتور هشام، إذا سمحت لنا فقط نتوقف مع هذا الفاصل إن شاء الله. ثم لنا عودة لاستيفاء باقي محاور حلقتنا لهذا اليوم. سلاما سيدي طه، سلاما سعيد من بحبك قد تسامى.
سعيد من بحبك قد تسعى سعيد من بحبك قد تسعى سلام محمد حبيب الله أنت لنا ملاء ومن يصبو إليك فلن يضام لأنك رحمة وبشير سعد وقد أعلى عنا الغشاوة والغمامة ختام الأنبياء لنا حبيب إلهي اجعل شفاعته الختام إلهي اجعل شفاعته الختام سلام. مرة أخرى حياكم الله مشاهدينا في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج الرسول صلى الله عليه وآله وأهل الكتاب، تعاليم عن أقوام أهل الكتاب هو العنوان العام في هذه الحلقة والحلقة اللي فاتت، وإن شاء الله اليوم على وجه الخصوص نتحدث عن التعاليم نزلت على الرسول صلى الله عليه وآله من أهل الكتاب أو عن أهل الكتاب، اليوم بالتحديد تعاليم الأنبياء مع الدكتور هشام السياب أستاذ الفكر الإسلامي في جامعة الكوفة. مرة أخرى حياكم الله دكتور هشام. حياكم الله، بارك الله بكم. الله يبارك بكم. الآن نتوقف عند نقطة مهمة، ما هي أوجه ذكر بني إسرائيل في القرآن الكريم حتى أنطلق منها إلى الرواية الموجودة أمامي؟ تفضل. حياكم الله. بالتأكيد هنالك جوانب عديدة ذكر فيها بني إسرائيل في القرآن الكريم، لكن نعم. عندما يعني نتوقف أمام أربعة محاور مهمة جدا ربما تتعلق نعم. في مسألة العلاقة مع الرسول الأكرم صلوات الله عليه وعلى آله صلى الله عليه وعلى. أولا ذكروا على يعني على نطاق التذكير، القرآن الكريم ذكر بني إسرائيل ما منحهم الله سبحانه وتعالى من نعم لم تمنح لغيرهم من الأمم. نعم. يعني في سورة الجاثية الآية 16 القرآن الكريم يذكر بني إسرائيل أنهم أنزل فيهم الكتاب وفي أعطاهم النبوات وأعطاهم الحكم ورزقهم من الطيبات وأعطاهم ما لم يعطى يعني ما لم يعطي للقوم الآخرين. نعم. هذا التذكير يعني تبعه وعيد، الوعيد جاء في سورة البقرة في من يعني الآية 40 إلى الآية 47 وتضمن معاني يعني غاية في الأهمية وغاية في الخطورة. يعني اليوم نتأمل الآيات الشريفة من الآية 40 الآية 47 من سورة البقرة، وأتمنى أن المشاهد الكريم المصحف الكريم بين يديه عندما يتأمل هذه الآيات سيجد اليوم أن القرآن الكريم قد شخص لنا مشكلة الخلاف والتقاطع والصراع بين يعني بين الإسلام وال يعني وإذا جاز القول الأديان الأخرى. هو يقول لهم يعني لا تكتموا العلم وأنتم تعرفوه. نعم. يقول لهم يعني اركب، الوعيد جاء أنكم تشترون بكتاب الله ثمنا قليلا، لا تكتموا العلم وأنتم تعرفوه. نعم. يقول لهم اركعوا مع الراكعين، يقول لهم أؤمنوا مع المؤمنين، يقول لهم هذا الوعيد القرآني الذي جاء لبني إسرائيل هو لا يستهدف شخوص بني إسرائيل في إطارهم الإنساني، وإنما يستهدف المشروع الفكر الخطير الذي يمثله بني إسرائيل حتى يومنا هذا، كتم الحق، تحريف الآيات الكتب السماوية، قتل النبوات، عدم يعني الاستجابة إلى الدين الصحيح. هذا في إطار يعني في إطار ما ورد في سورة البقرة. الوعيد والتوبيخ الذي جاء في سورة الإسراء، وعدنا لبني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين
ثم يقولهم إذا جاء وعد الأولى وإذا جاء وعد الثانية فأنتم في حالة من المواجهة والصراع مع الحق وأنتم في صف الباطل. أحسنتم. هذا مستوى كان مستوى التذكير، هذا كان مستوى الوعيد، هذا كان مستوى التوبيخ، ويأتي أيضا كذلك يعني مستوى الاستنكار. يعني في سورة المائدة الآية 12 يقول يعني ما معناه محتوى الآية القرآن الكريمة، يعني وآتاكم ما لا يعني ما لم يؤتي العالمين. هذه النعم التي منحت لبني إسرائيل بدل من أن تكون عنصرا لهداية البشرية، عنصرا لاستجلاء المعاني الحقيقية في الأديان، عنصرا لطاعة الأنبياء، أصبحت مشروعا ضد الدين الحقيقي، مشروعا يعين إبليس اللعين يعني عليه اللعنة. وكذلك عقبة كأداء وكبيرة أمام محاولة التطبيق الاجتماعي السليم لما جاء به الأنبياء عليهم وعلى نبي أفضل الصلاة والسلام من رسالات ومن وحي كريم من السماء. حقيقة مسألة عندما يشخص القرآن الكريم، يعني قد اليوم المشاهد الكريم يتساءل يقول هل أن هذه المشكلات يعني هذه المشكلات موجودة فقط في بني إسرائيل؟ يعني لم توجد في الأمم الأخرى؟ لم توجد لدى الأقوام الأخرى؟ لم توجد في الحضارات الأخرى؟ لماذا تقترن هذه المشكلات مع مصطلح بني إسرائيل بالذات؟ نقول له هذا جانب من الإعجاز في الإخبار في القرآن الكريم، أن القرآن الكريم في حين نزوله حدد لنا أن الفئة البشرية التي ستكون مقاومة متصارعة مختلفة مع دين الله سبحانه وتعالى هم بني إسرائيل. فلو كان القرآن من غير عند الله سبحانه وتعالى، وأن التاريخ البشري قد كذب لا سمح الله ما جاء بالقرآن الكريم، وأن بني إسرائيل كمحتوى فكري كمشروع سياسي واجتماعي كأقوام بشرية ذابت واختفت كما يعني ذاب واختفى الأقوام الأخرى، لقلنا أن القرآن الكريم هو نتاج بشري أو صناعة بشرية. لكن الإعجاز في القرآن الكريم أنه في ساعة نزوله هو يكتب الحاضر لكي يخبرنا عن المستقبل، هو يكتب اليوم لكي يخبرنا عن الغد، هو يبني لنا وعيا يشخص لنا الأعداء والمشكلات والعقبات لكي نتعامل معها بالحلول والمعالجات التي تستقى من تراث النبي وأئمة أهل البيت عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. أفضل الصلاة والسلام. أحسنتم دكتور هشام. أدخل إن شاء الله إلى المحور الثاني في حلقتنا لهذا اليوم، هي أيضا تعليم عن أقوام أهل الكتاب. تحدث القرآن عن وجود مجتمعات متنوعة في أماكن وأزمنة مختلفة، وفي زمن النبي موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام عانى الناس الأمرين من بطش فرعون وعلى مدى دهر طويل، حيث فرض عليهم حياة الذل والخضوع. يذكر هذا المعنى أو تذكره الآية القرآنية 49 من سورة البقرة، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، صدق الله العلي العظيم. عذرا إذا ما كانت القراءة قرآنية. إلى أن أنقذهم من هذا الحال النبي موسى صلوات ربي على نبينا وآله وعليه إن شاء الله. المجتمع الإسرائيلي آنذاك كيف تعامل مع النبي موسى عليه السلام، وكيف كانت نظرته إلى دينه في بداية الأمر، ثم بعد ذلك وصلنا إلى التدرج التاريخي الزمني في أساليب التعامل مع النبي موسى صلى الله عليه وآله، في أن يعني يتحججون بحجج معينة حتى يرتدون على عقابهم، حتى تكون هناك إعادة نظر في معنى أنه يسلمون الأمر إلى النبي موسى أو لا. فبداية كيف كان تعاملهم مع النبي صلى الله أو سلام الله عليه ونظرتهم إلى دينه؟ تفضلوا. لا بالتأكيد سرد التفصيلي لقصص بني إسرائيل في زمن موسى عليه السلام في القرآن الكريم هو حقيقة يلخص لنا يعني ما يغني علماء الاجتماع في مجال علم الاجتماع السياسي، في مجال علم الاجتماع الفكري، حتى في مجال علم النفس الاجتماعي، في مجال علم نفس العقيدة. كل ما ذكر عن بني إسرائيل في القرآن الكريم تستقى منه هذه العلوم جميعا، باعتبار أن هذه المجتمعات التي تعددت على تاريخ المسار البشري لو استطعنا أن نوجد قاسما مشتركا بينها وبين مجتمع بني إسرائيل في زمن فرعون وعلاقتهم مع نبيي الله موسى وهارون عليهم السلام، سوف نجد أن هذه الأمراض التي مر بها هذا المجتمع هي أمراض مزمنة متكررة ثابتة في المجتمعات التي تدخل في صراع وتقاطع ويعني اختلاف مع أنبيائها
عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. أولا كيف نظروا إلى يعني ديانة موسى عليه السلام أو نبوة موسى التي أنقذتهم من فرعون؟ تصرفوا معها بجحود النعمة، لم يصونوا الأمانة، ولم يتحول هذا المجتمع الذي خرج توا من نير وظلم وطغيان فرعون إلى مجتمع قادر على بناء الذات وتحقيق مشروعه الذاتي على المستوى الاجتماعي والتاريخي والفكري، بل تعامل بجحود النعمة، بنكران فضل الله سبحانه وتعالى، بعدم التعامل بما يليق بما فضلهم الله سبحانه وتعالى على العالمين عندما أنقذهم من نير يعني فرعون وطغيان. كذلك الخصائص التي تمتع بها مجتمع بني إسرائيل في زمن موسى عليه السلام، خصائص اليوم نجدها في كل المجتمعات التي تعاني من نير الطغيان. تعاني أولا هذا مجتمع ذو لجاج وخصومة مع الحق، دائما مجتمع لجوج ومتخاصم وعنيد مع الحق. ثانيا يعملون على تشديد جهود قادتهم وأنبيائهم بالذات كما حدث مع نبي الله هارون عليه السلام. ثالثا هم في حالة عصيان دائم، وفي حالة إغضاب دائم، وفي حالة يعني تقاطع دائم مع ما يريده نبيهم وقائدهم المعصوم وهو موسى عليه السلام. كذلك عندهم يعني نستطيع أن نسميها حالة من فقدان الشجاعة، حالة من الخضوع للطغاة والطغيان. اليوم الإسراع للفتن وتصديق الفتن، منها فتنة السامري وغيرها. كذلك هم دائما في حالة من يعني حالة من التكاسل، حالة من التخاذل أمام نصرة الحق وإعلاء شأن العقيدة. هذه الأمراض عندما هذه كلها أمراض اجتماعية تصاب بها المجتمعات العقائدية، فيصبح لدينا عملية حاجز نفسي، عملية نكوص فكري، عملية انحطاط معنوي تعيش هذه المجتمعات، يشكل فاصلا وحاجزا بينها وبين العقيدة السليمة والصحيحة. طبعا القرآن الكريم تحدث عن جزء من بني إسرائيل، هؤلاء الذين يصفهم بأنهم هادوا، هؤلاء الذين هم لا يقول عنهم اليهود، هؤلاء الذين هادوا، هؤلاء ورد ذكرهم بالتفصيل في سورة الأعراف في الآية 154 إلى الآية 156. هؤلاء 70 رجلا بعد أن يعني هدأ غضب نبي الله موسى عليه السلام، وبعد أن أخذ الألواح، هؤلاء 70 شخص لاحظ يعني فنلاحظ كيف تكون مجتمع النخبة العقائدي. هؤلاء أولا أعلنوا التوبة، اكتشفوا أخطائهم، ذهبوا إلى نبيهم ليعلنوا طاعتهم. لم يتشكل هذا المجتمع من 70 رجل إلا بعد أن استغفر لهم النبي يعني نبي موسى عليه السلام عند ربهم، وعندما تأملت لديهم قيادة المعصوم للمجتمع، وعندما أصبحوا في حالة الطاعة للنبي، وعندما انتقلوا من حالة الضلال إلى حالة النور بمنطق شفاعة النبي عند ربه لهؤلاء، تكون لدينا مجتمع النخبة. هؤلاء المجتمع الذين يشخصهم القرآن الكريم أنهم يعني الإطار العقائدي والإطار الصحيح من الديانة اليهودية، فيجعلهم إلى جانب الذين يعني الذين هادوا والمجوس والنصارى والصابئة. هؤلاء المجموعة عندما نلاحظ اليوم المكونات هذا المجتمع الإيماني الصحيح، حقيقة نجدها أنها في يعني تكون ما تكون عليه اليوم شيعة أئمة أهل البيت سلام الله عليه، يعني شفاعة المعصوم، قيادة المعصوم، المعصوم يستغفر لهم عند ربه ويطلب لهم الهداية. هم امتلكوا وعي التمييز بين الفكر الباطل والفكر الصحيح، وأصبحوا نخبة يستطيعون أن يميزوا بين الحق والباطل فيتبعون الحق وينكرون الباطل. هكذا نجد أن شيعة أمير المؤمنين سلام الله عليهم عبر الأزمان هم النخبة العددية في المجتمعات، وهم دائما النخبة المميزة في الكم العددي داخل الإسلام، وهم الذين يشايعون نبيهم ويعني يطيعون إمامهم المعصوم، فبالتالي هم مجتمع العقيدة الذي أشاد به القرآن الكريم. من أين ورث المجتمع الإسرائيلي هذه النظرة؟ يعني هم مبتكروها أم ورثوها من قوم آخرين مثلا عبر التاريخ ورثوها لغيرهم مثلا؟ لا، طبيعة مجتمع بني يعني إسرائيل طبيعة مجتمع يعني مركب بطريقة يعني هي كأنما هناك تفرد لديهم؟ تفرد هو حقيقة، هم يعني كانوا مجتمع مركب على طريقة الانغلاق الذاتي وعملية الشعور بالأفضلية عن يعني عن الأمم الأخرى، والمسألة أنهم يعني لديهم حالة من النرجسية العقائدية جعلتهم دائما في حالة تقاطع وصراع
مع أنبيائهم جميعا، بل أننا عندما ندقق في يعني في إطار إقصائي استقصائي وإحصائي نجد أن بني إسرائيل هم أكثر الأقوام البشرية قتلا لأنبيائهم. يعني ليس فقط يعني ربما أن مجتمع قريش يعني هجر النبي الأكرم صلاة الله عليه وعلى آله، بعض يعني الأنبياء يعني موسى يعني يونس عليه السلام عفوا ترك قومه، إبراهيم هاجر عن قومه، بني إسرائيل هم أكثر المجتمعات قتلا للأنبياء. بمعنى أن حالة النرجسية وتملك حب الذات والشعور بالتميز الوهمي للأنا جعلهم يرتكبون جريمة قتل الأنبياء دون حياء أو خشية أو خشوع أمام الله عز وجل. بني إسرائيل إحنا ذكرنا قبل قليل، يعني أنت أثناء الكلام أنه ذكرت حضرتك دكتور هشام ما معنى اليهود وما معنى بني إسرائيل وفرقت بيناتهم. طيب من هم أهل السبت حتى نتوقف عند يعني هذه الصفة اللي صراحة يتساءل عنها، مثلا أي من يمر على هذه الصفة يسأل عن هذه الحادثة ومن هم، وإلى الآن نذكرهم والقصص اللي مرت والحادثة اللي مرت وقراءاتها، تفضلوا. لا، أهل السبت هم جزء صغير من المجتمع اليهودي في قرية صغيرة، ذكرهم القرآن الكريم حتى يحذرنا أن لا يكون العقل البشري في حالة مكر مع يعني طاعة الله سبحانه وتعالى. قصة بقى أصحاب السبت هم من بني إسرائيل. من بني إسرائيل، الأصح نقول أنهم يهود أم من بني إسرائيل تبعا للقراءات اللي ذكرتها قبل قليل. أحسنتم أستاذتنا، هم يعني امتدادهم النسبي من بني إسرائيل. وعقيدتهم يهودية. يهودية، أحسنتم. هؤلاء مشكلتهم أنهم ظنوا أن المكر مع الله سبحانه وتعالى يمد بهم الأجل، ينجيهم من غضب الله سبحانه وتعالى، فعاندوا الله سبحانه وتعالى عندما يعني أمرهم رب العزة عز وجل أن لا يصطادوا السمك يوم السبت، نوع من الاختبار، نوع من تهذيب النفس، نوع من أنك تحب يعني ما يريده ربك وتمتنع عما تحب عما لا يريده ربك، وهذا هو يعني أعلى صفات التأدب بين يدي الباري عز وجل. هؤلاء مكروا يعني مع يعني أمر الله سبحانه وتعالى، فبالتالي عصوا الله سبحانه وتعالى، فكان يعني ما نزلت عليهم من لعنة وما نزلت عليهم من عقوبة وعذاب. الله سبحانه وتعالى ذكرهم والقرآن الكريم يعني شخصهم ليس على سبيل يعني التشفي أو الانتقام الشخصي لكون أنهم من بني إسرائيل أو يحملون العقيدة اليهودية، إنما هو كان تحذيرا وعبرة وعظة أخلاقية وعقائدية أننا يجب أن لا نمكر مع الله سبحانه وتعالى، إنما أن نكون مطيعين راضين يعني قانعين بما يأمرنا به عز وجل. أحسنتم. ليس يعني خلي أتحدث بهذه اللغة، ليس لديهم مثلا ذرية أو امتداد وإلى الآن يسمون أو يوصفون بأنهم أصحاب السبت؟ لا، يجمع المفسرون أنهم هم كانوا فئة قليلة جدا، وأنهم في وقتها ولعلهم يعني ذابوا في مسارات التاريخ، فلم يعد لهم يعني امتدادا عينيا حقيقيا، وأن حكمة الله سبحانه وتعالى يعني قدرت ويعني وعظيم قدرته أنهم يعني يذوبون في إطارهم الزمني ولا يبقى لهم امتداد ربما إلى يومنا هذا، والله أعلم. أحسنتم. طيب نقد القرآن الكريم بصراحة اليهود في الآيات القرآنية المباركة ألا تتقاطع مع مدحه أو مديحه لبني إسرائيل ضمن المعنى الذي ذكرت حضرتك؟ لا، بالعكس تماما. اليوم من يقرأ القرآن الكريم يعني ربما يتفاجأ حجم حالة يعني المشروع الشيطاني في نشر الزيف وفي نشر التضليل. يعني اليوم الكثير ربما حتى بعض المسلمين يظن أن بني إسرائيل هم جزء من اليهود، ولا الحقيقة أن اليهود هم جزء من بني إسرائيل. بني إسرائيل 12 قبيلة، اليهود قبيلة من قبائل بني إسرائيل، والمشروع اليهودي ترتب على عقيدة منحرفة ذكرها القرآن الكريم. هم قالوا عزير ابن الله، نسبوا لله سبحانه وتعالى عز وجل نفط صمدية ونسبوا إليه يعني التولد والولادة، وقالوا أن يد الله مغلولة، فبالتالي يعني نسبوا إلى الله العجز وعدم القدرة. هذه العقيدة هي القرآن الكريم التي كان يحذر منها ويشخصها ويقول للنبي لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هو يقصد هذه الملة التي يعني ارتأت مجموعة من العقائد الفاسدة، وهو لا يتحدث عن بني إسرائيل كمجموعة بشرية كانت ابتدأت مع الديانة الحنفية ديانة إبراهيم عليه السلام
واستمرت في علاقتها مع الأنبياء وصولا إلى ذروة دورها التاريخي والحضاري الذي ذكره القرآن الكريم، مجتمع نبي الله موسى علينا عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام عليهم أفضل الصلاة والسلام. دكتور هشام، نحن في صدد القراءات، يعني كان نقرأ تاريخ ونستدل به بالآيات القرآنية في صدد القراءات أو في منطقة القراءة. اليوم عندما يذكر القرآن الكريم بصراحة وباعتراف تام أن الأنبياء والرسل عندما أرسل بهم أو بعثهم الله سبحانه وتعالى إلى أقوامهم كانت هذه ردود الأفعال بشتى أنواع الصد والضد من النبي أو الرسول الذي أرسل أو بعث من الله سبحانه وتعالى، بشتى أنواع الصد، بشتى الردود الأفعال السلبية التي حاولت إيذاء الرسل والأنبياء آنذاك. هذا ألا يعطي تسويغاً أو تبريراً للمشركين أنه إحنا ما تفردنا بردة الفعل السلبية تجاه الرسول، حتى في محاولة قتله، حتى في محاولة قطع ذريته، حتى في التضييق عليه وكل أنواع العذاب اللي يعني تلقاها الرسول وأهل بيته منهم. فهذا كأنما يعطي لهم مسوغاً أنه إحنا ما تفردنا بهذا الأمر، وكل إنسان يكون عنده ردة فعل من الدعوة التي توجه له، خصوصا فيما يتعلق بالديانة، باعتبار أنه قبال ذلك هناك في الآيات القرآنية اعتراف وتصريح يعني واضح أمام العيان أنه كل الأقوام كان لهم ردة فعل من أنبيائهم ورسلهم، وبالتالي طبيعي يكون أن ردة فعل وضمن الأجواء اللي نعيشها وضمن الزمان والمكان اللي نعيشه. ألا يعتبر مسوغ يعني كقراءة؟ لأن أنا ذكرت في البداية أنه إحنا في منطقة القراءات من وجهة نظر معينة. تفضل. القرآن الكريم مع أهل الكتاب، مع يعني أصحاب العقائد الأخرى، جاء مصدقا لما بين أيديهم. نعم. من العقيدة الصحيحة، وعندما خاطب مجتمع الجاهلية قال فيه خبركم وخبر الذين من قبلكم. هذه عملية التحذير من أن ينحدر المجتمع إلى هذا المستوى من المرض العقائدي في الصراع مع يعني مع النبوات وفي التصادم مع رسالات السماوية. القرآن الكريم حذرهم منه بشكل مباشر، بشكل مسبق. يعني عندما اليوم نستقرأ فنأتي إلى حقيقة يعني محطة فارقة، محطة فاصلة في العلاقة بين المجتمعات العقائدية وبين القائد المعصوم في نموذج شبيه بنموذج بني إسرائيل. جزء كبير من المجتمع الإسلامي في زمن واقعة الطف كان يتلبس الحالة المذمومة لبني إسرائيل التي وردت في القرآن الكريم. يعني هذا المجتمع الإسلامي الذي قاتل الحسين وأهل بيت الحسين وجرأ على دم الحسين عليه السلام كان مصابا بما أصيب به بني إسرائيل من مجتمع من أمراض اجتماعية وعقائدية وفكرية. هؤلاء كانوا في لجاج وخصومة مع الحق، كانوا في حالة فقدان للشجاعة، كانوا في حالة خضوع للطغيان، كانوا في حالة يعني تكاسل وتواكل في نصرة العقيدة، كانوا في حالة من تشتيت لجهود قادتهم وبالذات المعصومين عليهم السلام أجمعين، ممثلين بالإمام الحسين سلام الله عليه. وكذا يعني حتى مسألة يعني عندما نلاحظ أن هذا المجتمع تارة كان في حالة صراع مع المعصوم في زمن الحسين عليه السلام، وتشتيت جهود القادة الذين يكملون قيادة المشروع الإلهي عندما لم يعني يستجيبوا لدعوة وقيادة قائدة الركب بعد الحسين زينب سلام الله عليها، وكانها تقوم بمقام هارون عليه السلام. هؤلاء هذه يعني هذا المجتمع هو كأنه يعيد عملية المرض الروحي والحضاري والمرض الفكري الذي أصاب مجتمع بني إسرائيل، فيتكرر مع واقعة الحسين ومع مأساة الطف. هذا المجتمع الذي يعصي المعصوم يقتل قائده المعصوم، فبالتالي يعود في حالة يعني يعود في حالة انتكاسة وخضوع للطغيان وخضوع لحالة كل ما مر من جرائم بالمجتمع الإسلامي بعد الطف. كل التقدير والاحترام لشخصكم الكريم لانضمامكم ويانا، أستاذ الفكر الإسلامي في جامعة الكوفة الدكتور هشام السيام، شكرا جزيلا لحضرتك. حياكم الله، شكرا جزيلا على شرف الاستضافة. الله يبارك بكم. مشاهدينا، إن شاء الله من فاته مشاهدة هذه الحلقة بالإمكان مشاهدتها في تمام الساعة 12 من منتصف هذه الليلة إن شاء الله، حتى الملتقى في الأسبوع المقبل. لكم كل التحايا والتهاني من كادر البرنامج، في أمان الكريم.